هو الفكره انا بجيب لتر لبن زي ما اتفقنا بلدي كامل الدسم، نبدا نحطه عندي على النار ونشغل عليه وتحريك كده مستمر بالشكل ده. طيب بيتحط قد ايه عليه؟ حوالي 3 معالق خل، هم كفيلين ان هم يفصلهم لك تماما. 3 معالق خل. نبدا نحرك كده باتجاه واحد، النار تكون شغاله كويس عليه من تحت، واول ما يبدا يغلي معايا بنبدا ننزل عندنا بحوالي 3 معالق من الخل. هذا الخل الابيض. ونقلب كده باتجاه واحد، هتلاقيه بدا اللي هو ايه يفصل معاكي ويبقى تايم تمام. المقادير قدام حضراتكم، وفي نشا هقول لك هنستخدمها في ايه دلوقتي واحنا شغالين ان شاء الله دلوقتي. فان احنا مش هنرمي الشرش كمان اللي هيطلع من الجبنه، لا ده انا هستخدمه هينعم معايا الجبنه عن طريق اللي انا احط معاه النشا، وهي دي الفكره الجديده اللي هنشوفها ان شاء الله خلال البرنامج النهارده واحنا شغالين. بدا يقطع اهوت، زي ما حضراتكم كده شايفين، وما شيلش خالص من على النار غير لما الاقي الجبنه بدات تبقى ظاهره، تظهر كده قدامي قطع، فما استعجلش واقوم شايلها من على النار، سيبيها تعمل جبنه براحتها خالص. وبعد كده بيبقى عندنا ايه شويه صغيرين حته شاش صغيره كده هنبدا نشتغل عليها ومصفى. ممكن نجيب ايه حله ليها افضل. حطينا الشاش كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه عشان هنبدا نصفي فيها الجبنه بتاعتنا. طيب ادي بدات تفصل اهي، تمام ماشيه تمام زي ما حضراتكم كده شايفين. اهي بدات تعمل الجبنه اللي قدامك اهي، هسيبها بالظبط كمان يعني ما تسيبهاش كتير طبعا عشان ما تشدش معاكي قوي، يعني حوالي ايه 20 ثانيه كده كمان، وبعد كده هنبدا ان شاء الله اللي احنا ايه نصفيها. تمام نبدا ناخدها كده اهوت ونروح فين عندي على الشاش، نبدا نصفي الجبنه. اللي موجوده في اللبن اللي احنا عملناها من الخل ونسيبها كده شويه كده حلوين على ما تبدا تظبط معانا. طيب الفكره بقى في ايه بقى؟ الفكره من الشرش اللي نازل اللي هو بيبقى نازل من الجبنه، انا خدت شويه بس هنا معايا قدام حضراتكم هما اللي بيبقى نازل من الجبنه نفسه، بنبدا ناخده ونرجعه تاني عندي على الحله اهو. هاخد بس يعني ربع الكميه مش كميه كلها، لا هاخد ربع الكميه ونبدا نستخدمها في حاجه حلوه جدا. بص بقى هنا بقوم واخد عندي معلقه كبيره كده او معلقتين صغيرين كده من النشا كده جميل، وبعد كده بقوم واخد عندي شويه ميه صغيرين باردين تمام اهو، وقلب كده استاذ حمدي، ونروح رايحين فين على الشرش اللي طالع من الجبنه ونبدا نربط بيه بالنشا. اعتقد الكميه يعني الكميه دي كانت حلوه، يعني الكميه دي كانت على معلقه نشا تمام. اقلب لحد ما يبدا اللي هو ايه يربط معايا واحده واحده كده، واقوم واخدها عندي ببوله واسيبها عندي تبرد اهو. بص بقى عملت ازاي، هتبقى عامله زي المهلبيه بالظبط، فكرة حلوة في ايه بقى؟ الفكرة حلوة في القوام نفسه بتاع الجبنة يبقى تقيل معاكي، عشان كده انا حطيت على الكوبايتين دول حطيت معلقتين كبار من النشا
وفي نفس الوقت الشرش مش هرميه وهستخدمه كمان في الجبنه، فهتطلع الحاجه ان شاء الله محترمه. بص يا استاذ حمدي، ادي عندنا الايه طالعه قدامك اهي ما شاء الله. تمام، اسيبها بقى ايه تبرد شويه. تعالى يا ريس نعمل ايه بقى؟ بقوم جايب عندي الخلاط ونبدا نعمل اول واحد عندي اللي هو اللي بالجبنه، هعمله ساده. اقوم واخد عندي جبنه زي ما حضراتكم كده شايفين، نقوم حاطين عندي في الخلاط، ناخد قطعه كمان ونقوم حاطينها هنا، وبعد كده شويه الشرشه اللي احنا عملناهم بالنشا دول هنبدا نحطهم مع الجبنه هنا، فهتحصل على قوام كريمي غير طبيعي. انا عامل شويه هنا مبردين بس قبل الهواء، نخليهم يبردوا كده وبعد كده نبدا نحطهم مع الجبنه. لو انت لاحظت كده انا مستخدم 3 ارباع كميه اللبن، وابدا ان انا اقفل. واقوم حاطط 3 جبنه بس، 3 جبنه مثلثات عليها وهي شغاله اهي. 1 2 3 وشويه ملح صغيرين عشان يظبطوا الطعم اهو. هوريكي بس القوام عامل ازاي عشان تعرفي تحكمي انت بنفسك. تمام، اجيب عندي الجار اهو قدام حضرتك، نقوم حاطينه هنا ونعمل اول حاجه الساده. عايز اوريكي القوام ده اللي لسه هيتقل، يعني بعد ما لان فيها لبن سخن والشرش فيه دافي شويه، فلما يتقل في التلاجة هتلاقي تقل اكتر من كده، بس انا عايزك تفاجئ القوام وهو نازل. بص الكلام، الكلام ده كبير. تعالوا نشوف عندنا قوام الجبنه الكريمي اللي احنا طلعناه قدام حضراتكم اهي. بص ما شاء الله عامل ازاي، ولسه كمان هتتقل والله، يعني لسه كمان الفكره. بص النعومه عامله ازاي بتاعتها، فكره كمان لسه كمان هتتقل وهتبقى حاجه معاك محترمه جدا. وظبطنا الملح، حطيناه في الجار، كتبنا عليها وكله تمام، نقفل ونحطها فين؟ في الثلاجه. تعالوا انت مش طبعا مش تعملي الاطعمه كلها، الطعم اللي تبقى حلو نشتغلي بيه، لكن مش اكيد مش تعملي كل الاطعمه دي. طيب تعالوا نشوف عندنا طعم تاني هنبدا نشتغل بيه. هقوم واخد عندي الجبنه، طبعا دول اللتر هيطلع لك كوبايتين اتنين او كوبايه ونص، اللتر هيطلع كوبايه ونص من الجبنه. اخد عندي جبنه اهي، واقوم واخد عندي الشرش اللي احنا حطينا فيه النشا، ده كلام جميل. وبعد كده الجبنه المثلثات هشغلها او هحطها وهو الخلاط شغال بسم الله. جبنه شيدر بقى، هنبدا ننزل عندنا الجبنه الشيدر المبشوره قدام حضرتك اهيت على الجبنه نفسها وهي شغاله. يلا بينا. ده كمان واحدة كده. هنا جبنا الشيدر هنا تكون باردة، بسترمة، سادة، شيدر. يلا حمدي. حمدي بص الجبنه الشيدر الناس ده عامله ازاي، شايف الكلام؟
والله انتاج مصانعنا والله. انت النعومه اللي بتكلم عليها هي دي يعني احلى حاجه في الموضوع، ناعمه جدا جدا جدا. معلقتين النشا دول الاختراع اللي انا بقولت لك عليهم دول، وموفره بالظبط. يعني دي احنا عاملين الفكره من النشا دي عاملينها كحاجه موفره ليكي جدا جدا، اللي هي تربي معاك الكميه وتظبط معاك الاداء. هنعمل نوع تاني مش مهم، نغسل الخلاط يا شباب بقى خلاص، انا هشتغل بيه على طول. هاخد عندي الجبنه اللي قطعت معايا اهيت، هاخد هنا معلقتين كبار. دي بقى هنعملها باللحوم المدخنه، هنشوف هنعملها ازاي. عندنا هنا سلامي هقطعه عندي مفروم، اللي عنده امكانيات يا جماعه، عشان بس ايه الناس اول لما مش عارف اجيب سلك التركي المدخن او الرزبيف الناس بتعمل لي مشكله. اللي عنده الامكانيات يعمل اللي هو عايزه، اي لحوم عندك بارده تشتغلي بيها. طيب ناخد معانا ايه تاني؟ شوية جبنة رومي مبشورين ونقلبهم مع الثلاث حاجات الحلوين دول. جميل. بعد ما عملناهم كده بنبدأ نعمل ايه؟ بقوم واخد عندي بولة، شوية ملح صغيرين عليها، وبعد كده اقوم واخد الباشا الحلوين دول حاططهم كلهم هنا. دي كلهم الحاجات دي بتبرد، بتحط في التلاجة تلاقي القوام بتاعها فل الفل. لا ما بتضربش الخلاط دي بقى خلاص، دي هنسيبها كده زي ما هي كده، مكعبات كده صغيرة، مكعبات جوه الجبنة. وأول ما تعمل معايا ما تتقل بتلاقيها أو بردت معايا بتلاقيها بتتقل، القوام بتاعها بيبقى تقيل معايا. الخلاطات دي بتبقى ايوه كتير قوي. شاطر يا بنتي والله ما شاء الله عليك. دي عاليه قوي، دي قوي، دي عاليه قوي. دي لحوم صراحه جميله جدا، ونقدر نشتغل بيها في اشياء كثيره جدا. نشيل دي ونحطها هنا، وكده تكون دي تالت حاجة عندنا. قدمها بقى مع العيش، مع العيش بتاعنا والحاجة بتاعتنا الجميلة، والموضوع سهل جدا وبسيط. تعالوا نعمل آخر واحدة عندنا بالزيتون وبالبسطرمة. هنبدأ نشتغل ازاي؟ هنجيب بس الحاجة بقى في ايه؟ في لبن احنا بنقطعه جوه، مش بنقطعه ضرب، بنقطعه بس فصل. هنجيبه بس يا شباب عشان نبدأ نشتغل بيه. يعني الكمية اللي هنا خلصت معايا. ولا حكوا خالص، انا على ما اظبط حاجتي. يبقى الفكره سهله جدا جدا وبسيطه. لتر لبن بجيبه وبفصله بخل، يعني لتر لبن بجيبه وبفصله عندي بخل حوالي 4 معالق من الخل، ويغلي عندي على النار الاول. لازم اللبن يغلي، وهو بيغلي بنقوم حاطين الخل. يقطع معايا تقوم واخداه وتقومي حطاه في مصفى او في شاشه. هيطلع معاك الجبنه تقومي حطاها فين؟ في الخلاط. وتقومي حاطه مع واخده شويه الشرشر نازلين، هتلاقي مثلا اللتر بيطلع حوالي 600 مللي او 650 مللي من الشرشر اللي جه الميه اللي طالعه من الجبنه. هناخد نصهم بس ونقوم حاطين عليهم معلقتين نشا ونحطهم عندي على النار، ايه
نخليهم يمسكوا مع بعض يبقوا زي المهلبيه كده ونسيبهم يبردوا، ودي اللي هنبدا بنصنع بيها الجبنه بتاعتنا. عشان كده لو جينا بقى دلوقتي بصينا على الجبنه اللي احنا عملناها في الاول، هبص بس على القوام بتاعها هتلاقي بقت اثقل واثقل اهو، شايفه؟ شايفه عامله ازاي؟ بسم الله. بص بقى القوام عامل ازاي بتاعها، ما بقتش بتسين اهو. والتانية اللي هي بطعم الجبنة الشيدر، بص بقت عاملة ازاي؟ اهي اهي، فاهمة ازاي؟ دي بطعم الجبنة الشيدر اه، الحمد لله هي دي كده تمام. هنبدأ بقى يعني، طيب نطلع فاصل صغير كده وبعد الفاصل عندنا يعني، هي اعتقد مفيش حاجة جديدة هقدمها في الجبن تاني، خلاص اعطيك الفكرة بتاعت النشا وازاي بنفصل الحاجات دي. انا هعمل اللي في الفاصل هنعملها بالزيتون وبالبسطرمه نفس الخطوه، بس هزود عليها زيتون وبسطرمه. الكريم اللي احنا عملناها عملنا بطعم الساده، والفكره بتاعتها سهله جدا ومفيش كميه هتتهدر من اي حاجه. القوام بتاعها يتقل كل ما تبرد، كل ما تبرد تحصل على، اوعي تقفليها وهي سخنه. طبيعي اي برطمان في الدنيا اي حاجه بتحفظيها لازم تبرد وبعد كده تبداي تقفليها عشان ما تنشطش البكتيريا فيها، ودي عشان ما تضرناش بعد كده.